وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من عدن منصور زيد، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. أهلا بك معنا سيد منصور في هذه النشرة. كيف تابعتم سيد منصور المنتدى السياسي للعام الحالي والمقام في نيويورك الأمريكية، والذي يعني يوصي أو يعني أهمية دعم اليمن للخروج من هذا الوضع المأساوي، الوضع المالي المتدهور على مختلف كمان الأصعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين لقناة الغد المشرق. طبعا المؤتمر السنوي الذي عقد في نيويورك هو منتدى التنمية السياسية، والذي يمثل فرصة للحكومة لبلادنا في استعراض أهم الإنجازات والخطط التي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي أهداف الأمم المتحدة 2030، وهي 17 هدف متعلقة بالقضاء على الجوع والفقر، أيضا إلى تشجيع الشباب والمرأة، وأيضا التكيف المناخي والطاقة المتجددة، وإلى آخر من الأهداف المرصودة. ويمثل هذا المنتدى هو امتداد لمنتدى التنمية العربية الذي عقد في 23، والذي كان هناك مخرجات وتوصيات من هذا المنتدى، وهي فرصة لشرح الوضع الراهن بالنسبة الذي يعانيه اليمن، أيضا شرح التحديات وما هي مطالب الحكومة اليمنية في هذا المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة في كلمة الوزير الذي أكد على كثير من الإجراءات والتحديات الذي كان أهمها هي انقلاب الميليشيات الحوثية وآثار هذا الانقلاب على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي الذي لا زلنا نعاني منه حتى اليوم. الوزير التخطيط شارك بوفد مكون من عدد من قيادات الدولة والحكومة، حيث استغل هذه الفرصة لاستعراض ما الوضع الراهن في اليمن، وكما ذكرت التقرير في الأرقام الذي وصل إليها الحال في اليمن سواء على المستوى المعيشي والأمن الغذائي، وأيضا انكماش الاقتصاد الوطني بسبب اقدام ميليشيا الحوثية على ضرب موارد النفط واستهداف الموارد الجنوبية. وبالتالي هذه الفرصة في هذا المؤتمر تمثل نافذة لشرح للعالم ما يجري في اليمن، وخصوصا في المحافظات المحررة من معاناة إنسانية ما زالت تعيشها هذه المحافظات بسبب الانقلاب ميليشيات الحوثي والحرب المستمرة على هذه المناطق. طيب سيد منصور، أكد بذيب أن الوضع الاقتصادي متدهور نتيجة استهداف الميليشيات الحوثية لموانئ تصدير النفط بالطيران المسير، وهو ما أدى إلى وقف أو توقف 65% من إيرادات الدولة العامة. السؤال هنا سيد منصور، لماذا لا نرى من المجتمع الدولي أو حتى الأممي أو حتى الأوروبي وكذلك الأمريكي أي تحرك يعني قوي تجاه الميليشيات الحوثية، والتي هي السبب الرئيسي لما يحدث من تدهور على جميع الأصعدة؟ لماذا لا نرى تحرك يوازي ما تقوم به هذه الميليشيات من انتهاكات ومن إضعاف الدولة الشرعية؟ طبعا المجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة ومجلس الأمن تعرف ما هي السياسة، وأيضا هذا نتيجة لضعف أيضا في الحكومة اليمنية ومجلس القيادة في إيصال وفي الضغط وفي طرح ما يعاني شعبنا في المحافظات المحررة، وهناك أجندات تقف أيضا وراء هذا الأمر خلفية المصالح وتقاطع المصالح لهذه للمجتمع أيضا الدولي والأزمة الذي يعيشها شعبنا. طبعا كان يفترض من الحكومة أن تقوم بدور أكبر ممثلة بوزير الخارجية في التواصل مع المجتمع الدولي في الضغط أكبر واتخاذ مواقف ضد هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، والتي أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي المعيشي السيء في المحافظات المحررة. طيب سيد منصور، إذن كيف سينعكس هذا المنتدى السياسي للعام الحالي المقام في نيويورك على مجريات الأحداث الآن في اليمن؟ هل سنرى نتائج
فعالة بعد هذا المنتدى، يعني تحد من مخاطر ميليشيات الحوثي على الوضع الاقتصادي وعلى الأوضاع التي ناقشها هذا المنتدى؟ طبعا المنتدى السياسي هذا اللي يعقد سنويا هو عبارة عن فرصة أو منصة للدول وحكومات الدول المشاركة في هذا المنتدى لإطلاع المنتدى على تجارب الدول والحكومات بما يتعلق بخططها فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية والسلامة المذكورة اللي 17، بحيث أنه ماذا قامت هذه الحكومة بما يتعلق بالهدف مثلا 11 17 15 إلى آخر من هذه الأهداف. وبالتالي أيضا فرصة أنه المجتمع الدولي يعرف ما هو الوضع الراهن الذي تعيشه، ويعتمد على المتابعة ومن قبل الجهات المختصة في الحكومة لهذه المنظمات في دعم التنمية في هذه المحافظات، حيث تعرف أنه المنظمات الدولية الآن تتعامل مع الوضع من جانب إنساني ومرحلة الطوارئ والاهتمام بالجانب الإنساني أكثر من الجانب التنموي. نحن في الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط دائما نتكلم مع الشركاء الدوليين وخاصة المنظمات المتعارف بأنها كيف يوفر هذا الدعم لدعم التنمية المستدامة وتحقيق هذه الأهداف المواكبة الذي يريد المجتمع الدولي أن يوجد تنمية في هذه الدول الهشة. طبعا من خلال هذه المؤتمرات يوصل صوت بلادنا وتقدم ما هو الوضع القائم، وأيضا هناك مطالب من قبل الحكومة للمجتمع الدولي بأهمية الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في إحداث تنمية والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الذي توفر معيشة للشعب بدلا عن الإغاثة الإنسانية الذي لا يظهر أثرها بشكل كبير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا. طيب أخيرا سيد منصور، المواطن يعاني والأزمات يعني تتوالى، أزمات مختلفة يعاني منها المواطن بشكل مباشر، منها انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى 60% وارتفاع نسبة الفقر. كل هذه المؤتمرات اجتماعها يعني لا نتائجها لا يستفيد منها المواطن بشكل مباشر. برأيك سيد منصور، كيف يمكن حلحلة هذه الأزمات في وقت قريب، أو كيف يمكن الحد من هذه الأزمات على المواطنين؟ طبعا كما ذكر وزير التخطيط في كلمته في المؤتمر انه اليمن بطبيعه الحال يواجه تحديات هي كليه مزمنه وازمات عاقبه تفاقمت على نحو غير مسبوق بالانقلاب الحوثي، وحيث ذكر بالارقام نتائج هذه المعاناه. يفترض انه يكون هناك موقف جاد من قبل الحكومه اليمنيه والمجلس القادر الرئاسي في التخاطب مع المجتمع الدولي بشكل واضح في إيقاف هذه الحرب وخاصة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والتي تسببت بشكل كبير خاصة بما يتعلق بالناتج المحلي انكمش إلى 50% من وتراجع الإيرادات العامة وارتفاع نسبة الفقر إلى آخر من التداعيات المعيشية والإنسانية التي نعيشها. طبعا يفترض كما تحدثت ان الحكومه لكن يجب ان يكون لها موقف واضح وشفاف في التعامل مع هذه المنظمات وهذه المؤتمرات والمجتمع الدولي، بحيث يجب ان تقدم دعم تنموي لهذه المحافظات المحرره بالاضافه الى دعم سياسي واتخاذ مواقف من واضح من قبلهم ضد هذه الميليشيات التي تسببت في هذا الوضع الكارثي وخاصة في استهداف الموارد وحرب الخدمات التي تعيشها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة في هذه الفترة. فهذا يتطلب دور كبير ودور كبير في السياسة الخارجية لبلادنا، وأيضا مسيرة التعاون وتعزيز العلاقات مع هذه الدول وتقديم برامج واستراتيجيات واضح من قبل الحكومة اليمنية توجه عمل المنظمات والداعمين والمانحين في مجالات التنمية أكثر من مجالات الإنسانية. نحن 8 سنين
وهناك دعم صح إنساني، ولكن لا يوجد هناك دعم تنموي خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية أو المشاريع التنموية في قطاع الزراعة والأسماك والطاقة المتجددة التي هي سيظهر أثرها على الناس وتحد من المعاناة التي يواجهها المجتمع. أنا أشكرك منصور زيد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كنت معنا مباشرة من عدن على كل هذه الإيضاحات.